انا عايز اقول لك على حاجه شخصيه، ان اي قرار انا اتاخرت فيه او اجلته علشان اراء الناس اللي حواليا ندمت عليه ندم شديد، واي قرار انا اخدته عكس اراء الناس اللي حواليا، يعني بعد ما توكلت على الله كده واستخرت ودرست الموضوع توكلت على الله واخدت القرار، والله ربنا كرمني احلى كرم واكتشفت بعد كده ان هو القرار الصائب.